بداية، أنا لا أعتقد بأن العراق هي دولة فاشلة، لا أنا لا أريد أن أرى العراق تتحول إلى دولة فاشلة، ولكنني لا أرى بأنها فاشلة أبدا. هناك الكثير من الأمل للعراق. العراق مجددا وباستخدام الولايات المتحدة كمثال، تطلب منا عدة سنوات لتشكيل حكومة، تستغرقنا تقريبا 12 سنة لتأسيس الحكومة الأمريكية بعد أن فزنا في الحرب ضد البريطانيين بمساعدة الفرنسيين وآخرين. وما الذي حصل بعد ذلك؟ بعد 100 سنة من الاستقلال دخلنا في حرب أهلية ضد أنفسنا. فالوضع صعب، ولكن العراق يجب أن تتحمل المسؤولية عن نفسها. ليس هناك أي شخص للومه على أوضاع العراق، بل العراقيون أنفسهم. ويأتي دورنا نحن الولايات المتحدة وحلفاؤنا والأصدقاء والجيران للمساعدة عند الحاجة، ولكن حقيقة لا يمكنك أن تلوم وضع دولة ما على جهة ما إلا على الدولة وحكومتها وشعبها.